السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين صحيحه؟ لاباس الامور؟ مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله غنستمر معكم في الشهيوات ديالي وغنقدم لكم ان شاء الله غريبه بالسميده مفنده في سكر كلاصي. هي غنبداو ان شاء الله بالمقادير. المقادير اللي هما بسط وموجودين عندنا في المقادير، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه هكا، يا لحت فيها انايا سميتو معلقه ديال زجلان كبيره هكا، يا حب مطحون ما والو هكا. تقدروا ديروا اللوز، ديروا تزيدوا الزبيب، تزيدوا اللي كان متوفر عندكم كتزيدوا مع السميده. عندي صاشية ديال فاني وخمارة 7 غرام 7 غرام، نص كاس ديال سنيدة، كاس ديال كوك، نص كاس ديال الزيت، المهم فايت نص بشوية، تقريبا كاس صغير ديال أتاي. وعندي سكر كلاصي فاش غنفند إن شاء الله الغريبة ديالي. ايوا نبداو على بركه الله في التحضير. كندير السميده ديالي والزجلان، نزيد عليهم سكر الفانيلا، نزيد سكر، كنجمع كلشي، المكونات، ندير الكوك، كندير الخميرة، كنحرك المكونات ديالي ناشفة هكايا، نحركهم مزيان يتخلطوا مع بعضياتهم. ياك نحركهم مزيان، وكندير حفيرة هكا في الوسط، نزيد الزيت ديالي، ونجمع بالبيض، نجمع بالبيض، البيض على حسب العجينه. انا دابا غندير غير بيضه واحده ونشوف، حيت مره كتهزيها غير بيضه ونص، مره جوج، كل خطره وشحال. المهم انا غندير بيضه واحده ونعجن ومن بعد نزيد الا خصاني. بسم الله. دابا نزيد البيضة الثانية، دابا ملي جمعنا العجينة ديالنا غنبداو نكورو، نديرو كويرات هكا، غير كويرات ديال القياس، ونديرهم في نفس القد باش يطيبو لينا في خطرة، ماشي شي وحدة تطيب وحدة تبقى معجنة هكا. وهانتوما ملي كيشتو راه كيجمعها البيض، السميده راه ملي كتخلط كتعجن بالبيض راه كيجمعها، ما كتبقاش هكايا مفرتسه. كديروا كويرات كل واحد على حسب داك القد اللي بغا. نستمروا هكا حتى نكملوا داك القدر اللي عندنا ديال العجينه، ومن بعد نفندو هكايا في السكر الثقيل
او سكر كلاصي كما بغيتو، وصفوهم في لاطا هكايا الفران. انا كندير الورقه ديال الزبده، ورق الزبده ديال الفرن باش ما يلصقهم، ولكن الا ما متوفرش كنديرهم غير هكايا في لاطا ديريكت. غير الا درتهم في لاطا هكا ديريكت ديال الفران، ملي تبغوا تحيدوهم تحيدوهم في البلاصه قبل ما يبردوا، حيت الا بردوا كيبقى يلصق كيلصقوا مع اللاطا، حيت داك السكر كيذوب وكيكون بحال كراميل وكيلصق في اللاطا. الا برد كيلصق في اللاطا، فمن الاحسن الورقه ولا المهم ولا تحيدوهم وهما باقي سخانه، تخرجوهم من الفرن صافي تحيدوهم من اللاطا. ايوا كنستمروا على هذا الشكل، هذا نفندو الكويرات ديالنا. ملي نفندوهم ندخلوهم الفران مسخن على درجة 170، حيت ما كتبغيش الحرارة بزاف، ونديروهم العافية تجيهم من الفوق حتى يتشققوا مزيان ياك، ومن بعد نردوهم باش نردوهم لتحت تجيهم العافية من لتحت، تتحمروا شي شوية هكا غير نحسو بهم يطيبوا من التحت، ماشي تحمروا غير يطيبوا من التحت شويه صافي، وكنخرجوهم راه دغيا كتوجد، راه ما كتشدش وقت بزاف وكتجي زوينه، كتطلع زوينه ما شاء الله. من بعد ما وجدت الغريبه ديالي ها هي دي، ما شاء الله زوينه، وجوج كيسان د السميده راه خرجوا زعما واحد الكميه معقوله شويه معقوله وما بهاش مزيانه. ومهم كنتمنى تجربوها وتعجبكم حتى نتوما، وطيعيكم كاع حسن من هكا، علاش لا حسن من هكا. المهم هو الاساس، هو المقادير الاساسيه يكونوا مضبوطين وصافي. المهم كما قلت لكم تقدروا تزيدوا معها اللوز، القرداع، كاوكاو، الزبيب، وياكلوها وليداتكم بالصحه والراحه نتوما ولا هما. شكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، ما تنساوش اللي شافني يدير ابوني ولايك وشكرا.